سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ لا بد وأن أغلبنا سافر على متن الطائرة ولو لمرة واحدة، ففي كل دقيقة تحلق آلاف الطائرات في السماء، وهناك ما يقرب مليون إنسان موجودون في الهواء على مدار الوقت. كلما هبطت طائرة أقلعت أخرى، ولكن في هذا الفيديو سنعرض عليكم أكبر الطائرات في العالم التي ربما لم تسمعوا بها أو تروها من قبل، لأن الطائرات التي سنذكرها ليست لاستعمال المدنيين، إنما تستخدم للشحن والأغراض العسكرية. متابعينا الأعزاء، قبل أن نبدأ في الحلقة المرجو منكم أن تشاركوا في قناتنا الاحتياطية هل تعلم حصريات، ننشر هناك أيضا حلقات جديدة رابطها في الوصف أو آخر الحلقة. ننتظر دعمكم متابعينا الأعزاء. في المرتبة العاشرة، لوكهيد مارتن C-130G سوبر هيركوليس. هذه طائرة أمريكية الصنع وتعمل بأربع محركات، طولها 34 متراً وطول أجنحتها 40 متراً. تستخدم هذه الطائرة للعمليات العسكرية الخاصة وكذلك للسيطرة على الحرائق والإنقاذ، وتستطيع حمل 19 طناً على متنها. في المرتبة التاسعة، إيرباص A400M أطلس. يبلغ ارتفاع هذه الطائرة 14.7 متر وطولها 42 متراً، وتستطيع حمل 130 طناً، وتم تصميمها أيضاً لأغراض عسكرية، حيث تقوم بحمل الجنود والإنزال المظلي إلى غير ذلك من المهام. في المرتبة الثامنة، أيرو سبيس لاينز سوبر جابي. هذه الطائرة الضخمة يبلغ طولها 44 متراً وطول أجنحتها 48، وتستطيع حمل حوالي 27 طناً، وتستخدم لنقل أجزاء الصواريخ والمركبات والمعدات الفضائية. تم تصنيعها من قبل إحدى الشركات الرائدة في مجال الفضاء. في المرتبة السابعة، بوينغ C-17 جلام ماستر 3. هذه الطائرة هي طائرة شحن عسكرية تم صنعها لخدمة الجيش الأمريكي. يبلغ طولها 53 متراً وطول أجنحتها 52، وهي مصممة لنقل الجنود والمعدات العسكرية، وتستطيع إنزال الحمولة من الجو أيضاً، وتستطيع حمل 77 طناً. في المرتبة السادسة، إيرباص A300-600ST بيلوغا. قامت شركة إيرباص الرائدة في هذا المجال بصنع هذه الطائرة، وصممتها لنقل أجزاء الطائرات الكبيرة التي تصنعها الشركة بين مختلف مراكز التصنيع والتجميع أنحاء أوروبا. تبلغ قدرة الحمل لديها 47 طناً، وطولها حوالي 56 متراً بارتفاع 17 متراً. في المرتبة الخامسة، أنتونوف AN-22 أنتي. هي طائرة شحن استراتيجي عسكرية بأربع محركات، صنعت لنقل الصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة، وأنتجت عام 1966، وقد تم صنع 68 طائرة منها. يبلغ طولها حوالي 57 متراً وارتفاعها 21 قدماً ونصف، وطول أجنحتها 64 قدماً، وتبلغ قدرة حملها 80 طناً. في المرتبة الرابعة، بوينغ 747 دريم ليفتر. تسمى هذه الطائرة ناقلة الأحلام دريم ليفتر، لديها أربع محركات، وقد صنعت بواسطة شركة بوينغ لنقل أجزاء الطائرات بين موزعيها حول العالم، لأن شركة بوينغ متخصصة ورائدة في مجال صناعة الطائرات. يبلغ طولها حوالي 71 متراً بارتفاع 21 متراً ونصف، أما طول أجنحتها فيصل إلى حوالي 64 متراً، وقدرة حملها تصل إلى 113 طناً. في المرتبة الثالثة، لوكهيد C-5 جالاكسي. تنتمي هذه الطائرة إلى القوات الجوية الأمريكية، تم صنعها لتستخدم في نقل المعدات العسكرية الثقيلة. يصل طول هذه الطائرة إلى حوالي 75 متراً ونصف، وطول أجنحتها 68 متراً، وتستطيع حمل الأوزان الثقيلة بمعدل 12 سيارة من نوع هامر العسكرية وطائرة أباتشي واحدة، وتستطيع الطيران بها عبر القارات، وتستطيع أيضاً استيعاب دبابتين من نوع أبرامز، وأيضاً بعض المروحيات الكبيرة مثل شينوك وسوبر ستاليون. وقد طلبت الحكومة الأمريكية صنع هذه الطائرة لنقل أكبر كمية ممكنة من العتاد العسكري إلى أي رقعة في العالم، حيث يفوق مداها 10,000 كيلومتر، وتستطيع التزود بالوقود جواً. في المرتبة الثانية، أنتونوف AN-124 راسلان. المستخدم الأساسي لهذه الطائرة هي القوات الجوية الروسية، صنعت عام 1982 في أوكرانيا أثناء الحكم السوفيتي لها، وتستخدم لنقل الاستراتيجي العسكري، وتم تصميمها للإنزال الجوي الثقيل، وتستطيع حمل 120 طناً.
في شهر مايو من عام 1987 استطاعت قطع مسافة 20,151 كيلومتراً بوزن حوالي 455 ألف كيلوغرام بدون التزود بالوقود أو التوقف، واستغرقت في ذلك 25 ساعة و30 دقيقة، محققة بذلك رقماً قياسياً بين طائرات الشحن. في المرتبة الأولى أنتونوف EN-225 أميريا. هذه الطائرة هي طائرة شحن استراتيجي عسكري أيضاً، تعتبر أطول وأثقل طائرة في العالم، حيث يبلغ وزنها 600 ألف كيلوغرام، وتستطيع حمل 640 ألف كيلوغرام، وتعمل بست محركات، وقد صممت في الأساس لحمل المكوك الفضائي الروسي بوران، وتستطيع حمل أي شحنة عملاقة وذلك لكبر مساحة سطح الشحن داخلها، ولديها 16 عجلة مزدوجة في كل جهة من الخلف ومن الأمام، أي بمجموع 32 عجلة. هنالك حالياً طائرة واحدة فقط في الخدمة، تستطيع هذه الطائرة حمل 10 دبابات أو طائرتين مقاتلتين في نفس الوقت. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟